مصباح نيون يضيء عند فرق جهد 180 فولت، موصل على التوازي ببطارية 6 فولت وملف كما بالشكل. طبعا ماذا ستلاحظ عند غلق الدائرة وماذا ستلاحظ عند فتح الدائرة؟ للإجابة على هذا السؤال نلاحظ عند غلق الدائرة لا يضيء المصباح، عند غلق الدائرة لا يضيء المصباح لأن فرق الجهد أقل من الجهد اللازم، ولكن يضيء المصباح عند فتح الدائرة. السر في ذلك يرجع إلى تولد قوة دفع كهربية طرد كان في تجربة عملها الأستاذ أحمد بركة. لاحظ الدائرة عند غلق الدائرة لا يضيء المصباح، ولكن عند الفتح لاحظ أن المصباح يضيء عند فتح الدائرة. لاحظ عند الغلق لا يضيء، عند الفتح يضيء. إضاءة لحظية، إضاءة لحظية لأنه يحتاج إلى أكثر من 180 فولت، دليل على تولد قوة دفع كهربية طردية قيمتها أكبر من 180 فولت. الحس الكهرومغناطيسي الذاتي، لاحظنا في التجربة عند غلق الدائرة، عند غلق الدائرة اللي حصل ماذا يحدث؟ فإن المصباح لا يضيء، لا يضيء. يبقى إذن عند غلق الدائرة المصباح النيون لا يضيء. السبب يرجع ليه؟ إن اتفقنا عند غلق الدائرة بينشأ تيار مستحث عكسي في اللفة ديت، وعند مروره تيار مستحث عكسي يوم يقلل من قيمة فرق الجهد، لأن عارفين إن المصباح ده يحتاج إلى 180 فولت، يبقى لا يضيء. ليه؟ لأن هذا المصباح يحتاج إلى 180 فولت، بينما المصباح بينما البطارية قوتها الدافعة 6 فولت. السبب الثاني إن عند الغلق تتولد قوة دفع عكسي، والعكسية حسب قانون لينز بتقلل من التيار المصدر الأصلي. طيب ماذا يحدث عند بقى فتح الدائرة؟ عند فتح الدائرة المصباح يضيء، عند فتح الدائرة فإن المصباح يضيء. طب إيه السر في كده؟ عند فتح المصباح المصباح ضيء، لأن عند فتح المصباح يتولد تيار مستحث طردي، تيار مستحث طردي. هذا التيار المستحث الطردي يكون في نفس جهة انهيار التيار، فيصل إلى فرق جهد أعلى من 180 فولت، فيكون كافي لمصباح النيون، لأن احنا عارفين ان مصباح النيون بينشأ من بالشكل في ذرات نيون بيحصل لها إثارة، الإثارة تعمل على انتقال الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى بهذه الطاقة، فرق الطاقة، وعند عودة الإلكترون ينبعث طيف الانبعاث أو الطيف الناشئ عن مصباح النيون. إذن فكرة عمل مصباح النيون هو الحس الذاتي، يبقى فكرة عمل مصباح النيون هو الحس الذاتي. إذا لما نيجي نبص هنا إيه هو الحس الذاتي؟ هو الحس الذي يحدثه الملف في نفسه، هو الحس الكهرومغناطيسي. لما نيجي نعرفه هنقول هو الحس الكهرومغناطيسي، هو الحس الكهرومغناطيسي الذي يحدثه الملف في نفسه، ولذلك سمناه الحس الذاتي. هو الحس الكهرومغناطيسي الذي يحدثه الملف في نفسه، وذلك عند تغير التيار، تغيره سواء بقطع بفتح الدائرة بهذا الوضع. ولذلك أحيانا بنشوف حدوث شرر عند نزع الفيش، يعني عند فتح الدائرة. كلمة نزع الفيش معناها ان احنا بنفتح الدائرة، يبقى السبب يرجع الى حدوث حس ذاتي، يبقى الإجابة لحدوث حس ذاتي. ومعنى حس ذاتي يعني معنى ذلك ان هيتولد في الملف
حس كهرومغناطيسي في نفسه ويوصل إلى آلاف الفولتات، مما يسبب إيه؟ مما يسبب حدوث شرر عند نزع الفيش أو عند غلق، شرر عند فتح الدائرة أو عند غلقها. طيب لما نيجي نقول هنا في الحالة اللي احنا قلناها دلوقتي التفسير تاني لماذا يضيء المصباح، الإجابة هنقول بسبب الحس الذاتي الذي يحدثه الملف في نفسه وتولد تيار مستحس ايه طردي، يبقى يضيء لتولد ظاهرة حس كهرومغناطيسي ذاتي في الملف، يحدث الملف نفسه يصل جهده أكثر من 180 فولت بالرغم من البطارية اللي مستخدمينها 6 فولت. يبقى الوقت ماذا يحدث عند غلق الدائرة؟ لا يضيء المصباح النيون. السبب لأن مصباح النيون يحتاج 180 فولت بينما البطارية 6 فولت، طبعا البطارية لا تكفي لإضاءة مصباح النيون، ولكن عند فتح الدائرة يتولد تيار مستحث ذاتي اللي هو الأزهار في نفسه، وذلك عند تغير التيار. ولذلك لما نيجي نقول بقى هنا لو عملنا مقارنة ما بين الحس المتبادل بين ملفين والحس الذاتي، الحس المتبادل هي ظاهرة أو هو حس بين ملفين متقابلين متجاورين أو متداخلين، بينما هو الحس الذي يحدث الملف في نفسه، هو نقدر نقول هو الحس المتبادل بين ملفين، هو الحس المتبادل بين ملفين متقابلين متجاورين، متبادل بين ملفين متجاورين أو متداخلين، بحيث يحدث تغير في التيار في أحدهما، يحدث تغير في التيار في أحدهما أحد الملفين بالنسبة للزمن، فتنشأ قوة دفع مستحثة في الملف الثاني اللي هو الثانوي. يبقى بيحصل تغير في التيار في الملف الابتدائي بينشأ عنه قوة دفع مستحثة في الملف الثانوي، نشيل التناسب ونحط ثابت، الثابت ده هو بنسميه معامل حس المتبادل بين ملفين، يبقى الام معامل حس المتبادل، والإشارة السالبة عشان اتجاه التيار يعاكس السبب اللي أحدثه. بينما لما نيجي نقول الحس الذاتي هنقول هو الحس الذي يحدثه الملف في نفسه، هو الحس الكهرومغناطيسي الذي يحدثه الملف في نفسه وذلك سميناه هنا ذاتي، وذلك امتى؟ عند حدوث تغير في التيار، نفس القانون تغير في التيار بالنسبة للزمن، فتتولد قوة دفع كهربية مستحثة في الملف نفسه. يبقى الإلكتروماتيف فورس المتولدة في الملف نفسه، بنشيل التناسب ونحط يساوي ثابت، الثابت في الحالة دي هنسميه سالب ال. يبقى ايه الفرق بين كلمة الام، الام دي نسميها المعامل الحس، معامل الحس المتبادل بين الملفين، بينما ال ال دي معامل الحس الذاتي للملف نفسه، معامل الحس الذاتي للملف نفسه. طبعا هنا لما نيجي نقول ما العوامل التي يتوقف عليها معامل حس المتبادل، هنقول الشكل الهندسي للملفين المتبادل الملفين، يعني نقصد بالشكل الهندسي اللي نقصد به مساحة كل لفة من الملفين، النفاذية، الوسط العازل بينهم، نقدر نقول بالوضع ده. بينما معامل حس الذاتي ايضا يتوقف على الشكل الهندسي للملف نفسه، ملف واحد الملف الذي يحدث فيه الحس الذاتي، واحنا قلنا هنا في الحاله ديت ال ال هتتناسب مع معامل النفاذيه، تتناسب مع مساحه الملف، تتناسب مع مربع عدد اللفات، بينما هنا طبعا على طول الملف، طول الملف. بينما الحس المتبادل نفس القانون بس هنقول عدد لفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي بالنسبة للزمن، وحدات القياس نفسها بالظبط. طبعا معامل حس المتبادل هنري وأيضا معامل الحس الذاتي هنري. لما نيجي نعرف معامل الحس المتبادل هنقول هو القوة الدافعة الكهربية المستحسة في الملف الثانوي عند حدوث تغير في التيار في الملف الابتدائي، أو نقول هو القوة الدافعة الكهربية المتولدة في أحد الملفين عند حدوث
تغير في التيار في الملف الابتدائي. بينما لما نيجي نعرف معامل حس الذاتي هنقول هو القوة الدفع المتولدة في الملف، لأنه هيبقى ملف واحد، عند حدوث تغير في التيار بمعدل 1 أمبير، 1 أمبير لكل 1 ثانية، لأن التيار بالأمبير والزمن بالثانية. يبقى طريقة التعريف ازاي؟ نطلعها من القانون. معامل حس يقول لك عرف معامل حس الذاتي، هتقول هو القوة الدفع. معامل حس الذات تعريفه هنقول هو القوة الدفع المستحسة، القوة الدافعة المستحسة. يبقى القيمة دي تساوي القيمة دي، بس عندما يكون التيار 1 أمبير والزمن 1 ثانية. القوة الدافعة المستحسة في الملف طبعا لأنه ملف واحد، وذلك عند حدوث تغير في التيار، عند حدوث تغير في شدة التيار بمعدل 1 أمبير، بمعدل 1 أمبير لكل ثانية. نفس التعريف هنا، عرف معامل حس المتبادل. نفس التعريف هنقول هو القوة الدافعة المستحسة في أحد الملفين عند حدوث تغير في التيار في الملف الآخر. وحدة القياس هنا هنري أيضا اللي هو H، وحدة القياس هنا هنا نفس الطريقة H اللي هو الهنري، أو نقدر نجيبها من القانون بتساوي طبعا لو ضربنا الطرفين يساوي الوسطين، هنقول فولت في ثانية على أمبير، فولت في ثانية على أمبير تكافئ فولت في ثانية على أمبير. جت ازاي تاني؟ واحد القوة الدافعة بالفولت والزمن بالثانية، فنقول فولت في ثانية وطبعا على أمبير. أو ممكن نعوض عندي بقيمتها اللي هي اللي قلنا عليها فاي ام على ايه، أو نشيل على تي قصدي، وهنا نفس الطريقة ونعرف القانون. طبعا لها مجموعة وحدات، لو قلنا الفاي شلنا دي حطنا فاي ام على ايه، هنقول في دي بقى على دلتا تي قصدي، الدلتا تي راحت مع مين؟ مع الدلتا تي، فنقول ويبر على امبير، وبر على أمبي. ملف معامل حس الذاتي، الذاتي طبعا رمزه ايه؟ اللي كابيتال، اللي كابيتال بتساوي 10 هنا، حولها جاهزة. احسب معدل تغير التيار، معنى معدل يعني معناها دلتا اي على دلتا تي مجهول، معدل اي حاجة معدل يبقى على طول بالنسبة لايه؟ للزمن. طيب المرج تتولد قوة دفعة 120، يبقى القوة الدافعة الكتروماتيف فورس 120، تعود مباشر مفيش أي مشاكل خالص. هنقول بما أن الكتروماتيف فورس هتساوي سالب ال في دلتا تي، دلتا اي على دلتا تي، دلتا اي على دلتا تي، هيبقى المعادلة كلها معلومة ما عدا مين؟ ما عدا دلتا اي اللي هو المعدل، دلتا اي على دلتا تي زي ما هي. ونبدأ نعوض الإشارة السالبة للاتجاه، بيبقى مقداره 10 في 10، شلنا ال 10 هنري، وقوة الدفع 120. في الحالة دي بالقسمة على هنا على 10 والقسمة على 10، يبقى المعدل هيساوي 12. إذن المعدل تغير التيار بالنسبة للزمن، معدل تغير التيار بالنسبة للزمن هتساوي 0 مع 0 تساوي 12. هي الوحدة ايه؟ من القانون امبير لكل ثانية، امبير لكل ثانية، امبير لكل ثانية، ده الناتج النهائي. تعال نشوف مثال تاني برضو بسيط مفيش اي مشاكل بيه قبل كده. ملف يتكون من 400 لفة، طبعا عدد اللفات من رمز ايه؟ نمبر ان، ان هنا 400، من سلك ملفوف حول اسطوانة، والملف حسه ملف حسه الذات، ملف يبقى حسه الذاتي في الحالة انه ملف واحد، يبقى 8 ملي. كلمة ملي هنري، الملي دايما اول ما تلاقي ملي نضرب في جزء من الالف، الملي وزن الالف يعني نضرب في 10 سالب 3. فما مقدار التغير في الفيض؟ المرة دي دلتا فاي ام بالنسبة للزمن، دلتا فاي، فهم معدل التغير في الفيض عندما يكون معدل التغير التيار
معدل تغير التيار في الثانية الواحدة، ما هو ديت 3 أمبير، يبقى دلتا اي، دلتا اي على دلتا تي، هنا دلتا اي على دلتا تي بتساوي 3 أمبير على الثانية من الوحدة نفسها، يعني 3 أمبير غيروا كل 1 ثانية. مسألة جميلة وبسيطة، هيبقى كله معلوم ما عدا مين؟ دلتا فاي ام. احنا عارفين ان الاي ام ايه؟ قانون معروف، اي ام اف بتساوي سالب ال في دلتا اي على دلتا تي. هو بقى المرة دي مش عايز، عايزها في شكل ايه؟ المعدل ده احنا بنشيلها ونحط مكانها ان في دلتا فاي ام، دلتا فاي ام على دلتا تي هتساوي سالب ال في دلتا اي على دلتا تي. طبعا الان معلومه، الان معلومه، اصبح كلها معلومه ما عدا مين؟ اللون الاحمر اللي هو معدل تغير ايه؟ الفيض بالنسبه للزمن. يبقى لو كتبنا الان، الان اللي هي 400 عدد لفات 400 في 400 في معدل تغير الفيض اللي هو دلتا فاي ام على دلتا تي هتساوي سالب ال، الاشارة السالبة للاتجاه، يبقى 8 ملي، يعني 8 × 10 اس سالب 3 عشان ملي هنري في دلتا اي على دلتا تي اللي هي 3. طبعا لما نيجي نختصر دي بالسالب هتعدي الجهة دي ايه؟ بالموجب، يبقى بتساوي الفاي دلتا فاي ام على دلتا تي هتساوي بالشكل ده كده. احنا اللي مع المجهول يبقى تحت، يبقى الـ400 هي اللي تبقى تحت اهي، اللي هي المعامل، معامل المجهول اللي هو يبقى 8 × 10 سالب 3 في 3، وبالآلة الحاسبة نطلع معدل تغير الفيض في الثانية. إذا لما نيجي نقول إيه هي تطبيقات الحس الذاتي، مصباح الفلورسنت، مصباح الفلورسنت ده من تطبيقات الحس الذاتي. إيه السبب؟ طبعا عارفين إن اللي بيحصل في مصباح الفلورسنت بيحصل تأين الذرة، عارفين الذرة عبارة عن نواة يدور حول النواة إلكترونات، وليكن ذرة النيون أو ذرة الأرجون اللي يحصل لها إثارة. نتيجة فرق الجهد العالي تعمل على تحريك الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى، وتسمى الذرة في هذه الحالة مصارة، ولكي تستقر يعود الإلكترون إلى حد الاستقرار وينبعث منه ضوء طيف انبعاث اللي هو لون مصباح الفلورسنت. يبقى إذا مصباح الفلورسنت يحتاج إلى فرق جهد عالي ليسبب تأين لهذه الذرات ليعمل لها إثارة وتتحول من ذرة مستقرة إلى ذرة مصارة لكي ينبعث منها طيف الانبعاث. التيارات الدوامية تنشأ من وضع قطعة معدنية بداخل ملف يمر به تيار متردد. تلاحظ أن الملف ينشأ عنه خطوط مجال، وبما أن التيار متردد فتكون خطوط مجاله متغيرة، وينشأ عن تغير الفيض تيار مستحس. هذه التيارات المستحسة تسمى تيارات دوامية في هذه الحالة، وينتج عنها حرارة عالية جدا وفقد للطاقة، ولذلك تستغل في أفران صهر المعادن. تلاحظ انصهار قطعة المعدن والحرارة الناتجة تكون من التيارات الدوامية، فتبدأ القطعة بالانصهار والتوهج، وهذه هي فكرة عمل أفران الحس التي تستخدم في صهر المعادن. تنصهر هذه القطعة وتتحول إلى حالة سائلة من شدة الحرارة الناتجة من التيارات الدوامية التي تنشأ من وضع قطع معدنية في داخل ملف يمر به تيار متردد.
طب لو فرضنا ان التيار ثابت يبقى يجب تحريك القطعة المعدنية لكي يحدث تغير في الفيض المغناطيسي لتنشأ التيارات الدوامية. طبعا لها منافعها في صهر المعادن، لها أضرارها في إن هي تنتج فقد في الطاقة في المواد التي لا يحتاج إلى فقد طاقة. التيارات الدوامية تنتج عن تغير الفيض المغناطيسي بإحدى الطرق، أما بوضع قطعة حديد في داخل ملف يمر فيه تيار متردد، أو بتحريك قطعة الحديد في داخل ملف تيار مستمر، لأن في حالة مرور تيار متردد لا يحتاج تحريك قطعة الإيه؟ المعدنية، لأن التيار المتردد متغير شدة واتجاه، إذا الفيض الناتج هيكون تيار متغير أيضا، والقطعة المعدنية ستتقطع تقوم بتقطيع خطوط المجال المتغير. ولكن إذا استخدمنا تيار مستمر فيجب تحريك القطعة المعدنية. إذا ما نيجي نقول إيه هو التيارات الدوامية؟ هنقول هي تيارات تنتج أو تنشأ، التيارات الدوامية تنشأ من وضع قطع معدنية، طبعا ولتكن حديد، في داخل ملف في داخل ملف يمر به تيار متردد، في داخل ملف يمر به تيار متردد، يعني بوضع تيار متردد، أو بتحريك قطع معدنية في ملف يمر به تيار مستمر، لأن التيار المستمر هيكون ثابت الشدة والاتجاه، فالتحريك يعمل على تغير الفيض وتنتج لنا التيارات الدوامية. يبقى ينشأ من وضع قطع معدنية في داخل ملف يمر به تيار متردد. يبقى لما أجي أقول شروط التيارات الدوامية، أما نحرك القطعة المعدنية في داخل ملف يمر به تيار مستمر، أو بوضعها فقط في داخل ملف يمر فيه تيار متردد. طبعا التيارات الدوامية بيكون لها منافع ويكون لها تطبيقات. من ضمن تطبيقات أو منافع التيارات الدوامية اللي هو الحرارة التي تستغل في أفران صهر المعادن، أفران صهر المعادن، وتسمى أفران الصهر أو وتسمى أفران صهر المعادن. طيب لها أضرار، إن هي بتعمل على فقد الطاقة، فقد الحرارة، فقد الطاقة أو الحرارة. ولذلك لما يجي مثلا إيه السلك المقاومة تلف لفا مزدوجا، المقاومة الثابتة يجب أن يلف السلك بتاعها لفا مزدوجا بهذا الشكل، تلف أو يلف سلك المقاومة، يلف سلك المقاومة لفا إيه مزدوجا. كلمة مزدوجا يبقوا السلكين كده جنب بعض، تلف المقاومة لفا مزدوجا كده. ليه؟ تعال نشوف السبب. احنا اتخدنا قبل كده وتتذكر، لو طيارين في نفس الاتجاه، لو الطيارين في نفس الاتجاه يبقى المجال الناشئ، وطب جينا نطبق قاعدة اليد اليمنى، هنا الإبهام يشير اتجاه التيار، فإن التفاف الأصابع يعني الأصابع تخترق الورقة من هنا للداخل، وهنا تخترقها للخارج، هنا تخترقها للداخل السلك التاني وتخترقها للخارج، فتلاحظ المجال بينهما عكس بعض. يبقى الإجابة هنا لتلاشي، يبقى يجب يكون سلك مزدوج. ليه؟ سلك مزدوج أو يلف لفا مزدوجا حتى يكون المجال الناشئ الأول يلاشي المجال الناشئ عن السلك الثاني، وبالتالي يبقى نقول لتلاشي التيارات الدوامية، لتلاشي التيارات الدوامية.
لأن هينتج عنها حرارة وفقد للطاقة، لتلاشي التردد الدوامية والحرارة وتقليل الحرارة المفقودة. تقليل الحرارة المفقودة. في طبعا كام طريقة ان احنا نقلل، بان بيوضع قطعة المعدن بدل ما توضع قطعة واحدة، يبقى لكي نقلل لتقليل فقد الطاقة عن طريق تقليل التيارات الدوامية، الطاقة الحرارية عن طريق تقليل الطاقة الدوامية، بأن توضع لا توضع قطعة متصلة، ولكن بتقسم هذه الأسطوانة أو القطعة المعدنية إلى شرايح معزولة متوازية، شرايح من الحديد المطاوع السيليكوني. ليه؟ طبعا شرايح معزولة عن بعضها، بحيث يبقى المجال الناشئ عن أحدهما يشيل المجال الناشئ عن الآخر. المجال الناشئ عن الشريحة الأولى يلاشيها المجال الناشئ عن الشريحة التانية، لأن بتبقى شرايح معزولة، وبالتالي قدرنا نقلل من التيارات الدوامية. إذا لما نيجي نقول بقى تاني، إيه هي التيارات الدوامية؟ بتنشأ من وضع قطعة معدنية داخل ملف يمر فيه تيار متردد. احنا قلنا متردد عشان يبقى الفيض ايضا متغير الشده والاتجاه، وهذه القطعه تقوم بتقطيع وتغيير خط المجال. فاذا وضعنا هنا تيار مستمر، يبقى يجب تحريك هذه القطعه عشان تعمل التحريك، يعمل على تغير الفيض اللي هينشئ عنه التيارات الدواميه عن طريق الحث. لها منافع وتطبيقات في افران سهل المعادن، افران الحث تسمى افران الحث، والاضرار اللي احنا اضرارها انها بتعمل على فقد الطاقه. ولذلك عندما يجي يلف السلك المقاوم لفا مزدوجا بهذا الشكل لتلاشي التيارات الدوامية والحرارة المفقودة، لأن احنا عارفين إن المجال الناشئ عن السلك الأول يلاشيه المجال الناشئ عن السلك الثاني، فبالتالي قللنا من التيارات الدوامية.